الرائد عن الشياع المالكي والذي يعمل في شرطة مكافحة المخدرات في محافظة البصرة والذي اعتقل بعد اعتقاله لمهرب إيراني الجنسية، يتحدث عن خلفيات اعتقاله وعن اتصالات جرت معه من سياسيين للذهاب إلى القنصلية الإيرانية في البصرة وتقديم الاعتذار من القنصل الإيراني. دعونا نشاهد. بالنسبة للموضوع قبل لا اعتقل بيوم يعني اتصل بي عضو مجلس محافظة السيد ابو حسن الساعدي، شرحت له الموضوع كله، قال اجراءاتك الاصولية خلاص، قال بس يا ريت تمر علي الصبح لان القنصل زعلان علينا. قلت له القنصل منو؟ قال القنصل الايراني. قلت له انا ما عندي عركة ويا شخصية او مشكلة شخصية وزعلان علي، انا بالنسبة لي امر قبض نفسه وخلاص انتهى الموضوع، فما اعرف.